السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نكمل إن شاء الله سورة المدثر، الجزء الثاني بعد ما درنا الجزء الأول. توقفنا في الحصة السابقة عند الآية 30 من سورة المدثر، إذن غادي نكملوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دائما الاستعاذة هي الأولى. وَمَا جَعَلْنَا عندنا هنا مد مشبع منفصل ستة ديال الحركات، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابًا، وهذاك المد قبل منه حرف النون مرقق، هذاك المد غادي يكون تابع في التفخيم ولا الترقيق للحرف اللي قبل منه، يعني غادي يكون هنا المد مرقق، ما غاديش نقول جعلنا، بل غنقول جعلنا أصحاب. لاحظوا معايا أصحاب أصحاب، لاحظوا مخارج الحروف، ما نقولش أصحاب أصحاب، هذا هو الصحيح. ناري، هذيك النون مشددة، غادي لها حركة تربي غنة ولكن غرقها مع الإمالة. ناري ناري، أصحاب النار، الراء مرققة. إلا ملائكة، ملائكة فيها مد مشبع متصل، جعلنا أصحاب مد مشبع منفصل، هنايا ملائكة مد مشبع متصل، ستة ديال الحركات، ونوقف على ديك التاء كأنها حرف هاء ساكن، ملائكة. وما جعلنا عدتهم، هنا مد صيغة الكبرى ستة ديال الحركات، عدتهم إلا فتنة، إلا فتنة. وما جعلنا عدتهم، هنا قلنا مد صلة الكبرى، إلا فتنة لي، فتنة لي، هنا عندنا تنوين الفتح بعد منه حرف اللام مشدد، هنا عندنا إدغام بغير غنة، إدغام كامل، يعني نقول فتنة للذين وما نقولش فتنة للذين، فتنة للذين، للذين كفروا، كفروا، الراء مفخمة ولكن حرف الكاف والفاء، كفروا، ما نقولش كفروا، كفروا، ليستيقن الذين أوتوا، هنا همز ممدود، يعني مد البدل، المدد حركتان أو أربعة أو ستة حركات مد البدل. للذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين، هنايا الذين آمنوا، ما بقاش نهضر على حرف الذال، بقى نقول لك انتبه، انتبهوا لحرف الذال، ما نقولش الذين، الذين آمنوا، لأنه عادي احنا مثلا في الدارجة المغربية ديالنا ما كنبقاوش نذكروا حرف الذال، يعني قليل اللي كيذكر حرف الذال في القراءة ملي كيبغي يقرا باللغه العربيه الفصحى، داكشي علاش كيكونوا ما متعودينش عليه. اذا نحاول نعودوا الالسنه ديالنا على حرف الذال. ويزداد الذين امنوا، همز ممدود كذلك، اذا مد البدل، مد حركتان او اربعه او ست حركات، امنوا، عندي مد مشبع منفصل ست حركات، مد البدل زائد مد مشبع منفصل ست حركات، زائد كذلك مد البدل فاش في إيمانا، هنا مد همز ممدود، إيمانا، كلمة إيمانا إلى انتهى النفس ديالي عندها غادي نقول إيمانا، يعني نوقف على مد العوض مد الحركتان، ولكن لما انتهى النفس ديالي وكملت القراءة غيكون عندي تنوين بالفتح امامه حرف الواو من حروف ادغام لغنة، يعني ادغام ناقص. اذا شنو غادي نقول؟ غنقول ايمانا، لاحظوا معايا، ايمانا، ايمانا، جاء بعد حرف الواو تقول ايمانا، نو، ايمانا، إيمانا ولا، لاحظوا معايا، إيمانا ولا، و
و هذيك او هنا كيخرج هذاك حرف الواو و، ولكن راه معاه واحد الغنة. إذن ما غنقولش إيمانو، يعني كيتسمع غير حرف الواو بوحدو، وما غنقولش كذلك إيمانا، يعني تسمع غير الغنة بوحدها. لا، هادو بجوج خطأ. الصحيح هو 50% الغنة 50% الواو. إيمانا يعني كتسمع الغنة وكتسمع حرف الواو. إيمانا ولا إيمانا ولا، وكنمدد هذه الحركة، يعني واحد جوج حركات وانا كنقول يرتاب الراء مفخمة، يرتاب الذين أوتوا. كذلك كلمة أوتوا فيها مد البدن، نمدد حركتين أو أربعة أو ست حركات. أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض. قلوبهم مرض، قلوبهم كتبدا بميم ساكنة بعد منها مرض كتبدا بميم مشددة، هنا عندنا إدغام شفوي. في قلوبهم مرض، الراء مفخمة لأنها مفتوحة. هنا عندنا مرض والكافرون، يعني نفس الشكل اللي شرحنا، مرض والكافرون، والراء ديال الكافرون مكسورة غادي نرققوها. والكافرون ماذا أراد، ماذا هنا مد مشبع منفصل، ستة ديال الحركات، الراء غنفخموها. هذاك المد ديال ماذا قبل منه الذال مرقق، يعني هذاك المد ما غاديش نفخمه غيكون مرقق. أراد الله، الله اللام مفخمة، الله بهذا مثلا، مثلا يعني نوقف هنا مد العوض، ما نقولش مثلا بل نقول مثلا. كذلك يضل، يضل هذيك اللام مرقق، ما نقولش يضل، يضل. كذلك يضل الله، الله اللام ديال لفظ الجلالة نفخموها، الله من، هنا نون ساكنة بعد منها حرف ياء من حروف إدغام ناقص، ولكن لاحظوا معايا نفس الشكل كيف شرحت في الإدغام في الواو. كذلك 50% الغنة 50% حرف الياء. من يشاء، من يشاء، من يشاء. إذن هنقول من يشاء، وعندي يشاء فيها مد مشبع متصل ستة ديال الحركة. ويهدي من يشاء. كذلك يضل الله من يشاء. عدنا ويهدي من يشاء. كذلك من يشاء شرحت قبل، هذاك الإدغام الناقص ومد مشبع متصل ست حركات. في الاخر انا غادي نقرا لكم هذه الايات كيف ما تعودنا. وما يعلم جنود، هذيك الجيم، وما يعلم جنود ربك، الراء مفخمة، الا هو، هو ما نقولش هو، هو. وما هي الا ذكرى، الراء غد طبيعة الحال فات تقليل غادي نرقوها. وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك هذه كلمة للبشر، تابعوا الحرف الباء، للبشر، الراء الباء من الباء والشين ما نفخمش، ما نقولش للبشر بل نقول للبشر، الراء مفخمة، للبشر، للبشر. كلا والقمر، والقمر
القاف من حروف السلع مفخمة، الراء غنوقفتها هي وغادي نفخمها، ولكن داك الميم مستمنه راه ماشي مفخم. ما نقولش والقمر بل والقمر. ما ما والليل إذا شو لاحظوا معايا هنا، كانت إذ أدبر. هنا عندنا النقل، انتقلت حركة الهمزة الساكن قبلها اللي هو الذال، ولات إذا. إذا أدبر ما نقولوش والليل إذا أدبر، ولا إذ أدبر، غادي نقولوا إذا أدبر. الذال والدال قلقلة صغرى، تبان ما خرجش حرف الباء، ما نقولش إذا دبر. إذا دبر والراء مفخمة. والليل إذا دبر والصبح، الباء قلقلة صغرى كيف ما شرحت قبل، ما نقولش والصباح بل والصبح، شفتين فقط تتحرك. والصبح إذا، يعني مد مشبع منفصل، ستة ديال الحركات. إذا أسفر، أسفر انتبهوا لحرف السين، ما نطقوش بحال حرف الصاد، ما نقولش أصفر، أس أس، ما نقولش أص، أسفر. انتبه كذلك حرف الفاء حرف المستفيد، ما نقولش أصفر بل أسفر، الراء اللي تكون هي اللي نفخمها. إنها نون مشددة حركتان، بقولنا إنها لإحدى الكبر، كذلك الباء الكبر الكبر. إنها لإحدى الكبر، الراء مفخمة. نذيرا للبشر، نذيرا لي، كذلك هنا إدغام بغير غنة. نذيرا لي، انتبه الحرف الذال، ما نقولش نذيرا لي، نذيرا لي، وديك الراء مرققة. نذيرا للبشر، الباء والشين ما نفخمهمش، وديك الراء مقفلة بالتفخيم. لمن شاء، لمن إخفاء تلك النون، وقلنا إخفاء مرققة لأن بعد حرف الشين مرقق. شاء غنمد ستة ديال الحركات، المد المشبع المتصل. لمن شاء منكم، منكم هذه الغنة غادي نخفيها، غادي نخفي هذيك النون عفوا، وديك الغنة غادي نرققها لأن بعد من حرف الكاف مرقق، وغنمدد مد الصلة الكبرى ستة ديال الحركات. منكم هنا أن يتقدم، لاحظوا معي عندي هنايا إدغام بغنة مقداره حركتان. أن يتقدم عندي أي يا، هذيك أي هي اللي فيها الغنة زائد الياء 50% 50%. أن يتقدم أو يتأخر، أو يتأخر، تبالي ما خرج حروف الراء مفخمة هنايا. كيبان لي غادي نتوقفوا هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو، توقفوا على اي 37 حتى نكملوا ان شاء الله الجزء الثالث. اذا نقرا لكم هذا الشيء اللي شرحت دابا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا اصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، ولا يرتاب الذين
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إن شاء الله نكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله نكمل فيها سورة المدثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.